السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عن نبي الله يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يثبتوا وأن يموتوا على الإسلام والإيمان، فإن ذلك هو الفوز العظيم. فلا أجمل ولا أحسن من أن يموت المؤمن مؤمناً بربه راضياً بدينه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بخواتيمها. أيها الإخوة الأفاضل، ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت المؤمن شهيداً في سبيل الله. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. ومن علامات حسن الخاتمة كذلك أن يوفق العبد للنطق بكلمة التوحيد عند ساعة الاحتضار. فروى أبو داود في سنن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال بعض أهل العلم: لأنه عند ساعة الاحتضار ذهبت شهواته وملذاته واستوى ظاهره وباطنه، فكونه ينطق بهذه الكلمة العظيمة دليل على صدقه فيغفر له بها. ومنها كذلك من علامات حسن الخاتمة أن يموت المؤمن بعرق الجبين. فروى الترمذي في سنن من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال بعض أهل العلم: والعلة في ذلك أنه عند ساعة الاحتضار يشدد عليه في سكرات الموت حتى تكفر ما بقي له من الخطايا، فيعرق عند ذلك ويصيبه الكرب. وقيل إنه يرى منازله في الآخرة فيتذكر ما عليه من تقصير ويتذكر ذنوبه ومعاصيه فيعرق خجلاً وحياءً من الله. وقيل أن هذه علامة جعلت لموت المؤمن، الله أعلم بحالها انتهى. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت المؤمن بمرض الطاعون، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. ومنها كذلك أن يموت المؤمن بداء البطن، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات في البطن فهو شهيد. قال شراح الحديث: أي من أصابه إسهال أو استسقاء، والاستسقاء انتفاخ البطن من الماء أو وجع في البطن. ومنها كذلك
من علامات حسن الخاتمة أن يموت بالغرق أو أن يموت بالطاعون أو بداء البطن، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهداء خمسة، المطعون أي أصابه مرض الطاعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. وروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عتيك أن النبي عليه الصلاة والسلام زار عبد الله بن ثابت وكان يحتضر، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب، قال عليه الصلاة والسلام: غلبنا عليك يا أبا الربيع. ثم جعل نساء يبكين من أهل البيت، فجعل جابر بن عتيك يسكتهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وجبت فلا تبكين. قيل: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: الموت. قالت ابنته، ابنة عبد الله: إن كنت لأظنه شهيدا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون، والمبطون، وصاحب، والحريق الذي يموت بالحريق، والغريق، والذي يموت بالهدم، والمرأة تموت بجمع. قال شراح وذات الجنب السابعة وذات الجنب. قال شراح الحديث: ذات الجنب هو ورم حار يعرض للغشاء المستبطن للأضلاع. وأما المرأة تموت بجمع، فقيل في شرحها أن المرأة تموت وفي بطنها ولد، أو أنه يتعسر أو تتعسر ولادتها فتموت من شدة الألم. ومنها كذلك من علامات حسن الخاتمة الموت في سبيل الدفاع عن الدين، عن الدين والدم والمال، كما جاء في سنن أبي داود من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه أو أهله أو دينه فهو شهيد. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله إلى أن من يموت في حوادث السيارات يرجى أن يلحق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصاحب الهدم شهيد. سواء كان هذا الحادث اصطدام سيارة بسيارة أو انقلاب، فكلاهما سواء، فيرجى له أن يكون شهيداً في سبيل الله. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.